السلام عليكم. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم واحد الحوته في الفران. النوع نتاع هذا الحوت هذا البواجو. البواجو يعني حوته كبيره تاكل ديك ربعه الناس. 500 غرام نتاع بطاطا، عندنا جوج مطيشات، عندنا حامضه، عندنا فلفله ماشي مشكل، كبيره او صغيره هذه كتبقى غير للتزيين. عندنا هنايا الملحه، التحميره يعني الشاونيه، الخرقوم، الكمون، معلقه صغيره ديال مطيشه تاع المركزه. هنا عندنا الزعتره، هنا عندنا فلفله حمراء حلوه وفلفله حاره، هادو كيبقاو للشرموله. هنا كنحتاجو زلافه كبيره، قزبر ومعدنوس. دابا ان شاء الله غادي نصوب الشرموله. هنا كنقطو الثومه، كنقطو خلاط كهربائي او المهراز اللي كان عندنا. ندير الثومه، الفلفله دائما كنخدموها بالمقص. كنقطو هاد الفلفله راه سبق لي ووريتها لكم في الفيديو، في الفيديو ديال العطريه راني سبقت لكم، سبق لي وصوبت لكم يعني التحميره بهاد الفلفله. هادي راه ماشي يابسه ولكن راها بدات كتيبس، ها نتوما كتشوفوا كتولي ما كيبقاش فيها الماء وكتولي هكا مجلوده. يعني غادي نحيد لها هذا الراس، هذا كنحلها كنحيد لها كاينه شي زريعه، كنقطعوها هكا طريفات باش ما نقصوش الصبعان ديالنا بالحرور. كنحيدوا لها ديك سميتو بالمقص وكنحلوها هكا وكنحاولوا نسوسو هاد الزريعه. هاد الزريعه ما كنديروهاش لان هاد الزريعه ما كتهضمش وماشي صحيه. هكا كنقردوها حتى هي طريفات. هنا درنا الثومه والفلفله، غنديروا عليها شويه الملحه ونطحنوها. بعدا عاد نديروا الربيع، لحقاش الا درنا الربيع على الفلفله مازال ما طحناتش هي والثومه راه ما كيدعقوش مزيان. يعني حتى نطحنوها عاد نزيدوا عليها قزبر والمعدنوس. ها هي بعد ما دقات لنا الثومه والفلفله الحمراء والفلفله الحاره الحلوه والحاره، ها هي دابا غادي نزيدوا هذا المعدنوس، القزبر والمعدنوس. صافي غادي نزيدوهم ونطحنو وعاد نرجعو. عطاتنا واحد الكميه كثيره ولكن انا محتاجه لهاد الوصفه هذه، يعني غادي نحتاج جوج معالق كبار. بقات لنا هذه نديرها في واحد الحكيك ونديرها في، الا كنت نستعملها واحد ما بين 3 ايام 4 ايام غادي نديرها غير في قريعه ونخليها في الثلاجه، نسدها مزيان باش ما تطلقش الريحه ونخليها في الثلاجه. كنت ما غادي نستعملهاش ديك الساعه يعني ما وقفاش عليها في ديك المده، غادي نديرها في المجمد ونخليها فوق ما بغيتها كتهزي غير القياس. انا دابا غادي نصوب شرموله الحوت. كنقبض هاد الشرموله باش نشرمل الحوته، كنزيد عليها هاد الكمون، التحميره معلقه كبيره، معلقه صغيره ولكن عامره. هنا الخرقوم، الخرقوم راه صحي زعما كل ما قدمتوه استعملتوه في جميع الوصفات ديالكم الا ودات ديالكم كتنفع به. هنا هاد مطيشات غادي نزيدها، نزيد الملحه على حسب الذوق. هنايا هاد عصير الحامض، عصير الحامض تقريبا عندي ديك 3 المعالق كبار. والحوت كل ما استعملتو فيه الحامض حسن. غادي نزيد هنا تقريبا ديك معلقه زيت العود، معلقه كبيره. هنا نخلطوا الشرموله ديالنا، نجيب الحوته. الحوت فاش كنغسلوه قبل ما نستعملوه، وغير نوصيكم على هذا، تقولوا لي علاش ما حيدتيش هادو راه ما كنحيدوهمش بالنسبه للحوته اللي كتدخل في الفران. الحوته اللي كتدخل في الفران هادو كنخليوهم لحقاش الا جينا نحيدوهم بالموس كيتهرسوا وكيبقى واحد الشوك صغير. هادو فاش كيطيبوا كيتحيدوا ساهلين في التحييد، يعني كتحيدي
كتهزي هذه كتخرج لك الشوكه من الجدر ديالها. هنا الحوته راه فاش كنغسلوها كنحاولوا اما كنديروا فيها شويه ديال المعدنوس من الداخل باش كيتوق واحد الريحه زوينه. المعدنوس ولا الزعتره اللي كان عندكم، اما المعدنوس اما القزبور اما الزعتره اما الحبق، اي حاجه كانت عندكم من بعد ما كتغسلوا الحوته وتخليوها على ما وجدتوا لها الشرموله ديالها، راكم هكا كتحشيوها بشي حاجه اللي كتطلق فيها واحد الريحه زوينه. هنا دابا هذه المعدنوس انا غادي نحيدو، غادي نحاول ندخل الشرموله في الحوته، كندخلو في هاد الجناب هادو، راها كلها خاويه نتوما كتشوفوا. هنايا فاش كنشرملو الحوته هكا كنخليوها تقريبا واحد نص ساعه عاد باش نطيبوها. هذيك بطاطا اللي نقيناها ودرناها في الماء، بطاطا دائما كنقول لكم فاش نقيو بطاطا ما نخليوهاش بلا ماء، يعني نقيوها قطعناها ولا ما قطعناش نديروها في الماء. ها نتوما كنديروها رقيقه هكا، يعني ما غليضاش، راها رقيقه. ها هي دابا صفينا عليها هذيك الماء، كنقبطوا هاد الشرموله اللي شاطت عليا اللي بقات لنا من مور الحوته، وغادي نديروها كلها، غادي نزيدوها في ديك البطاطا اللي عندنا. كنقطعوا مطيشه، هنا عندنا هنا جوج مطيشات، كنقطعوا مطيشه وكنحكوها حتى هي فوق ديك الشرموله. وحده كنخليوها باش نقطعوها طرونش، وحده خلاص حنا كنحكوها فوق ديك الشرموله اللي عندنا. هنا حنا بعد ما حكينا ديك المطيشه غادي نزيدو فوق ديك بطاطا ومطيشه، غادي نزيدو تقريبا واحد 3 المعالق نتاع زيت العود اولا زيت المائده اللي كتفضلوا، يعني اللي عندكم تقليوها. كنزيدو هنا مليحه، نخلطوها مزيان. هنا غادي نزيد واحد تقريبا واحد 3 المعالق نتاع الماء. بعد ما كدوز ديك نص ساعه باش الحوته راه شربت الشرموله ديالها، دابا هنا رحنا شعلنا الفران قبل ما كنبداو نديرو، بعد ما كدوز نص ساعه كنشعلوا الفران باش غادي نبداو نصفوا الحوته ديالنا باش ندخلوها للفران. هنايا غنقطعوا هاد العويدات هادو د الزعتره، كنديروها كنفرشوها هكا في الطبسيل في اللاطه اللي غادي نطيبوا فيها الحوت. نجيبوا هاد البطاطا ديالنا حتى هي كنستفوها، بطاطا راه خصكم ترققوها، راه كيما وريتكم رقيقه باش كطيب، لان الحامض فاش الحاجه اللي كيدار فيها الحامض راه بحال ما كيخليهاش طيب. حنا راه حنا مرققينها باش يدخلها طيب. هنا هانتوما تشوفوا كنهزو الحوت ديالنا، يا كنقطعوا المطيشه اللي عندنا، كنقطعوا الحامض الفلفله هادو كنزوقوا بهم. هنا عاوتاني كنقطعوا هكا الفلفله، هانتوما حتى كيبقى اختياري اللي كيبغي الفلفله، ولكن كتجي زوينه مع لاطه د الحوت. هنا الحامض عاوتاني، راه اللي عنده الحامض مصير، ولكن حتى هذا اللي كيكون طري حتى هو كيجي زوين في هكا في لاطه د الحوت. هادو كنديرهم غير رقيقين، ماشي بحال الحامض المصير، يعني الحامض المرقد راه حنا كنديروهم كيكونوا غليظين شويه من هنا، ولكن هذا لا، هادو كنديروهم غير هكا رقاقين. هاد لاصوص كنديرو هكا، كنحاولو نديروها شويه فوق ديك الفليفله فوق مطيشه. حنا دابا هنا راه ما غادي نديرو لا ما لا والو، يعني هاديك
هاد الشرموله ديالنا هي راها كافيه. صافي دابا غادي ندخلوها للفران. الحوته ديالنا هي واجده، راه تقريبا خدات في الفران عافيه ماشي مجهده ديك 45 دقيقه. راكم عارفين الحوت ما خصوش يطيب بزاف باش ما كيجيش ناشف، باش ما كينشفش من ديك الماء اللي كيكون فيه. هكا كنتمنى اللاطه تعجبكم، وما تنساوش الخيرات في القناه ديالي على اليوتيوب، وخليوا لي الاقتراحات ديالكم في التعليقات. بالصحه وراحه.